شنو 50 سنة حنا مين؟ والله إلا استفدت منه بالعدالة والسنية بالله. قسما بالله العلي العظيم نحلف عليها واللي بغى يسمع هذا ونجيب الحجج والدلائل. والصور الإخوان حرمة حرمة. الخربة مسيرة حتى الإدارة. والعيدوني حاضر. والسبية حاضر. فين وزير ما كاينش؟ وشكون اللي جابوه؟ الزميل ديالي والصديق ديالي باش الديلان. لا ما كاين سامي تاع كاين كاين سامي باش الديلان. لا باقي. هذا الشغل هو حسيت هو خذوه حرية فلسطينية. وجابوا من تاع الإدارة حنا مئة والله. تنقل الرخص. ودخلتهم واستقبلتهم وجلستهم في البيرو. وجا السيد دايلر الله يذكره بخير جاب المقارنة في المجلس كيقول لي المقارنة حريص هذاك على الأرض الثاني الدرهم راه الدرهم راه بسيط وقلت له شوف هذا باشر هذوك الرخص غنسنيهم أنت كتدراوش ولكن راسي علاش أنا نعلمكم شوية في السياسة والسلعة الدنيا هو حاضر وقلت له قلت له أنا ما حضرتش ديك الدورة ما صوتش على ديك المقارنة قال لي علاش قلت له باش نقول لك علاش هذه الأرض جماعية وأنا عندي الملكية ندخل القضاء ديال الملكية نايب السلالة تعيطوا للمحكمة تقول اعطيني ما يثبت بها الأرض جماعية قلت له أنتم ضمنيا اعترفتوا بها في الجماعة علاش لاعبين بها سياسيا قلت له اعترفتوا بها ضمنيا الأرض جماعية بالمقارنة بالمجلس 70 ديال الناس شاريين وعندهم الملكية قلت له ما نعطيهاش ولكن في الاخر الحنان والتعسف عند الدراويش لا ما تعطيتهم ديك الرخص والسيد دايلان ربما تبعت السلالة لا الله يشدها هو تخلص فيهم وين الدولي ديالي سميتوني ديالي السي مرصود ها هو مشكور صادق قول له شحال الرخص عطيتو السي كارم فين هو؟ تيتو روسا البقالي كباس من العداله والسنيه وهذيك روسا هي اللي خرج فيها المشكل خرجوا الجماعه سيدي ديريس كاملين طلعت فوسط الطريق كريت عليها رصا وتحملت المسؤوليه ديالي وعملت له ليكفر رصا عمر ايوا وصلنا الفلوس ديالي عطيوني حقي سنيت الرخصة نسيت الخمريشي بن غازي سمية الخروف اسم على مسمى تمن جمالي بشير دايلان ونزيد نهضرو قال لك احنا ملي كان كيتخلص في اللغة اللهم لا منكر خدمتي ديالي فوت القاعة إذا ما سنيت هاد الرخصة تخلصتو سني حقي تيتو رخصة صبيتي صبيتي كانت يجي يجلس معايا البيرو تريكي عند الطاو باتري شرام الطاهري شحال من الشوايب الإدارية عطيتو كان عندي سوايدي كندخلو يجلس معايا في بيرو علاش كندخلو يجلس معايا في بيرو مش عارف مالي كنحضرو قهوة قهوة مالي الخاص بالباكينة ديالي علاش واحد ما نكون حسن العمراني حسن جبنا شي ماكينة قهوة قالي ما عنديش كيفاش نعمل دايما عندي كان كيقول لي القانون وانا كنخاف من القانون من ملعب وكاين لي سي سوايتي وكنعبدو لو لابازا وكنزلها من قدام في البيرو كيجي لي الشوايب الإدارية كنعطيها له وكنعرفو كاين تلميذ يحب العدالة والتنمية والله يا ودي ولي ما نجي نقولو الحمامي الحمامي خدام العدالة والتنمية بالرخص وكانوا في مجلس سابق الإخوان اللي كيقولو الحمامي ولي ما عمرك هضرتي اللهم هذا منكر ونتينا معايا في مجلس ما عمرك هضرتي وانتي لو كنتي معايا في المجلس ما تقوليش ايه هو الصفار جا حيدا كاين الصفار اولا كان يفتح حمامي راجل مزيان دام جلسنا على الكرسي قال لك حمامي راجل ماشي مزيان اني اعلم الله في قلوبكم خيرا يجزكم خيرا انا العمل ديالي وضامير ديالي مرتاح هذا هو الاهم الهدف ديالي استفدت المواطنين واحد المرة كنسمع في واحد الندوة الحمامي حتى 500 رخصة وانا عندي 2000 و3000 و4000 انا ما جبتش هاد الناس مشي دولة بلا ما نسمي
وانا نمشي للسلطان شباك الوحيد شباك الوحيد كنجي هنا وانا عملت شباك الوحيد اياه لا اله الا الله محمد رسول الله ما عملتيش حاجه شنو شباك الوحيد واحد الطال واقفين صباح التلفزيون كيطلعوا 400 رخص مرفوضين وحده مقبوله انا يبان لي يقول لك التلفزيون الشباك الوحيد انا ما بغيتش نعملو انا كنت كنستشار مع اهل العلم على دابا الشباك الوحيد انا كانوا شفاره الشباك الوحيد انا ما بغيتش نعملو انا الشباك الوحيد كيقيد لك يدك كيشد لك يدك كيقطرك ما يمكنلكش الرخصه تعاودها خطرت 90 مرات انا قلنا الرخصه كنقول ندخل عند اللجنه خروج شنو بدل عوده وزيد الهدف ديالنا هو المواطن يدي الرخصه الشباب الواحد اللي بدلنا يا سعد الادريسي وعرفت الشباب الادريسي عنده خارج الجماعه في واحد بينا رابطين ما عنديش الاهميه كنجيو اليوم كنقولوا شو الحصاله بدلنا يا شو الزعامة فين هما؟ شو الناس اللي كانوا يوصلوا المواطنين في الصح؟ عادي نزيدك كثر من هادشي السيد رئيس المقاطعة كيكسب لما كيكسب؟ ويلي ما الحبيبة ما عرفت لو واش حكم ولا خاصو سمع السيد الرئيس انا بحوجة والتاريخ على ذلك وبارك غنولي غنولي بواحد الاستقالة عالية بالعدالة والتنمية اش كيقول فيها؟ وجاك الاسماء الحمامي ولا عنده كراد ولا عنده بالور دوك يعيطوا له وحتى دخلوا الاداره ماشي تا مستشار ولا عنده قيمه على ذلك الاسماء الحمامي جا عندي انا نحلوا المشكل شنو عنده في الاستقاله اسمع مزيان تتعلق بتسيير الشان المحلي الوطني والمحلي السيد من حزب العداله والتنميه ما رضيش هنا تسير ها هي الدار ما عرفتش انت وين نزل الصغار انت عند رئيس الدائرة فهمتني انا مش عند رئيس الدائرة ما شاء الله يحلوا المشكل في الواد محوس هم اللي مشاو عند السيد الرئيس قولي شنو قال السيد الرئيس واحد سلام تو تحيد واحد لا تحيد وكذا قالوا شكون قالوا يسكنوا مع الواد دلال قالوا شكون اللي قال الناس يسكنوا مع الواد قالوا ما صوتوا علينا قالوا نخسروا هذوك ولا بحوجه يا اخي وين كان هو يكذبني ونزيد نقول له شنو قال لي الدلال سمعي فتحوا قال لي الرئيس الكاتب الاقليمي للحيط انت تصرف 500 درهم من بن الحيط وين قال القضاء ما يتحمل المسؤوليه الكلامي قال لي احنا اتيتينا من الانشطه في الاداره قال لي ديك الساعة مسؤول الحزب اللي كان عليه بنينة كذا جاب لهم ثلاثة بدون الماء وكاس بلاستيك وعمل في التصريح ديالو صحيح 500 درهم من المصاريف ونجي هنا ونقول الآية ديقية قال لي ديقية لا مسكين ولا لا بكراسة لا والو مصيبة مسؤول انت ها هي ها السيطرة هذا مسؤول منه تعرف المائحة اللي حلو عليه كان في 17 ولا 14 ولا دله بسميه هاني اسمع السيد الرئيس هنا اسمع رسالة من رئيس مقاطعة بني مكادة إلى السيد مدير شركة أمانديس اسمع شوف هذو الناس اللي جاو كيمثلوا المواطنين ما عرفتش يعني يعجب وجا مع المواطن وجا مع المصري أنا باش كامل يسمعني يسمعني هو ما رايح عنده تسجيل عند شي بيرو ديالو غادي يبدا التسجيل باش يفهموا المحاضر انا الهدف ديالي هي الرساله في التسجيل كاين اسمع السيد رايح شنو فيها هذه رساله من رئيس مقاطعه الى مدير شركه اماندي شي واحد طلب هذا السيد رايح اعطينا مده صلاحيه الشهاده اداريه بناها مده صلاحيه الرخصه جيت انا السيد جيت فين انتو حسكينا دادنا للمرأة هي انا خصني نلبس هي ما خصهاش تلبس لنا خطاو تسولنا في مشاكل انا والمرأة شهادة لي ديك الشهادة المدة ديالها مع الرجال 500 درهم وها الأولى اسمع مزيان النقطة الثانية تجهيز
الواجهة السفلي للجليد وخما ماشي ما يتعشى هكا مشينا أمانديز كنقول لها هذاك المواطن اللي جدا خطاو اجا نزلي الفرشاطة وانا ما جبرتي تا انا دخلت بعض الديار لا داعي نذكر سميات والناس ما يحسنوش والفرق العالي هذا رئيس مفاتيحك يكتب شركة أمانديز أنا قيمة المواطن عطيني الماء زيار جابوا لك جمعية المنعش إلى المهندسين جمعية المهندسين تلقى تتحكم أعطي فطار الشونسي أخو مسكين في العشرة يا عباد الله كيسلف في بعدها ثم ديالو بنتو الكبدة ديالو كيتلقى تخدم في السما أربعة الصباح كيطبر لك جدها باش يبني ونجي انا نقول لك كاين الشرطي الهيئه المهندسين حنا تنطبقوا القانون حنا فلاسفه حنا قاريين واللي قاري هو اللي دابا في المصلحه المواطن هذاك هو العلم هذاك هو العلم انا محامي المواطن عندنا فعلي في الصباح في الليل يوميا عندنا فعلا المواطن محامي محامي اللي كيعمل البدله ديالو كيدافع على أنا مسؤول اللي في وضنه وأنا في وضن المواطن دفعني حنا كنجيو نزيدو نعقدو جيب الجمعية المهندسين عمر وصلت الجمعية المهندسين على القيمة ونهار البالون البناية مخالفة تصميم بالميدابيتي شي حد مهندس جاتنا الشهادة كونفورميتي وعملو شوية الوضعية ودخل الإدارة وطيب الميدابيتي ديالو أنا نمشي أنا المهندس ونفعلو ويعطيني الشهادة المهندس ولا تتحمل المسؤولية المهندسين ما هو أصلا بصح دابا هما اللي مصوتين عليهم الشعب كيف لي عليك هاك ديالو اه شهادة كونفورميتي راه يديه بالله ديك المهندس ولا يديه انا هاد واحد الصدقة واقيلا نديرها مع المهندسين انا نصيفطكم انتوما جمعوا لي جيبوا لي أنا كنتكون مكشوف تصاميم إعادة الهيكلة جبنا 19 تصميم إعادة الهيكلة وأنا واحد وسيبو زيدان الله يرحم لك الوالدي فاضل نهار كزرار بصح وكنعزك بدون نفاق وبدون مجامع قلت صفر تصميم إعادة الهيكلة في مقاطعة مغوط صفر تصميم إعادة الهيكلة المقاطعة بلي ما كتب جابوا ثلاثة شكون ساري وكمامي كانوا كون خافين بلديس مدينة اللي كنت تصير على السي فؤاد عمري على فؤاد عمري كيف من الناس نتلو بلانار احنا ما عندناش من شكر قلت لهم ماما ما تشكر حد زوال طيب شحال ديال الناس احنا من شبر اعلى قيمة كل الكوكايا مخدرة اللي كانوا باين 18 19 بكمامي دابا قال لك عملوا استقبال نهار الجمعة نساء كل أربعة العشية باش ملي يجيب لك أنا سيدي أه طلب لي أكبر موظف ومشى وحالو العمي ما قريب زعما قوة موالي وعاد شنو فيها فيها السياسة حنا خارج أوقات العمل حنا شوف وقت ديالنا كيف صار في الأربعة ونص ولكن حنا عندنا وقت ثاني من 8 وعاد نصورك وأنا ما نصورش واحد عندك قال لك بسم الله على بركة الله افتتح عم تدخل اليوم تستقلوا شنو تستقلوا؟ شنو تقبلوا؟ هذا هو الأهم أما ندخلوا وكتب لي طلب وتصور أي والله من راح الواد الحامض في الدار سنين شي نكتب طلب بوجهين الدرهم ونقدموا كتيبة الرئيس وأنا كنت رئيس مقاطعة ما عندي شي كتيبة كانت إلا كتيبة أنا كاتب أبي ترى وش وش الميموني مسكين والميموني شاو الترجمة هذا كلا هو ما ديالي ما ديالك هذا أنا جيت فرصة شي محمد الزموري هذا مخلص هذا خدم في الحمالة خدم مع المخزن مطوع قال لك أنا جرعلي عندك يعطيني السن قال لك هذاك بالحمامي هذه قال لي الدرهم